وتحت عنوان النخبة السياسية وما أدراك ما النخبة السياسية، يكتب عبد المنعم عمارة في عدد الغد من المصري اليوم منتقدا سلوك وطريقة معالجة النخب السياسية والإعلام للأزمات والمشاكل، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكذب حين قال أن الزعيم جمال عبد الناصر كان محظوظا بالإعلام في أيامه. وأكد عمارة أن لدينا إشكالية بين الإعلام والسلطة، وليس هناك أمل في التقارب بينهما بسبب تعامل الإعلام بأن على رأسه ريشة، ومن حقه هو فقط اصطياد.